بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آية النهاردة من إصحاح من الإصحاحات المشهورة جدا في الكتاب المقدس إنجيل يوحنا إصحاح 4 الآية 14، حديث ربنا يسوع المسيح مع المرأة السامرية بيقول لها: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ناخد بالنا الحوار بتاع المسيح مع السامرية ابتدى بطلب بسيط: اديني لأشرب. والسامرية كانت معترضة على أنه راجل يهودي يطلب منها مية، فالمسيح قال لها: خدي بالك، أنا بطلب منك مية بس أنا عندي مية من نوع تاني هديها لك، لأن كل من يشرب من هذا الماء اللي أنت جاية تدور عليه دلوقتي يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. المية طبعا الأولى غير التانية، المية اللي السامرية بتجري وراها مية العالم. العالم ممكن يدينا حاجات كتير بس بياخد مننا عمرنا، ممكن يدينا لذات، ممكن يدينا غنى، ممكن يدينا تمتع وقتي بالخطية، ممكن يدينا حاجات كتير بنجري وراها ما بنشبعش منها. والمسيح قال بشكل واضح ان اللي هيشرب من المية دي مش بس هيفضل دايما في احتياج، ده كل مرة هيحتاج اكتر وعطشه للمية هيزيد اكتر واكتر. في مقابل مية تانية المسيح بيتكلم عنها بتعمل حاجتين مهمين قوي والحاجتين مرتبطين ببعض. الحاجة الأولانية إنها بتروي، لن يعطش إلى الأبد. الإنسان اللي بيشرب من المية اللي بيقدمها المسيح مش هيعطش تاني، المية هتديله ارتواء أبدي. والارتواء ده مش بس هيبقى على مقاسه، ده هيبقى على مقاس العالم كله، لأنه قال إن المية دي هتعمل جوه الشخص اللي قبلها ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. إيه المية اللي يقصدها المسيح اللي ممكن تبقى جوايا ينبوع للآخر وتنبع إلى حياة أبدية؟ في نفس إنجيل يوحنا بعدها بثلاث إصحاحات في إنجيل في يوحنا 7 كان في حدث مهم قوي المسيح اتكلم فيه عن المية برضه. اليهود كانوا بيحتفلوا بعيد اسمه عيد المظال. عيد المظال بيعملوا اليهود احتفالا بالمية اللي خرجت من صخرة حوريب. كلنا عارفين الشعب في البرية تزمر لأنه عطشانين ومفيش مية، لأن برية سينا صحراء مفيهاش مية. فكلموا موسى وموسى كلم ربنا، فموسى النبي ربنا قال له اضرب الصخرة هتخرج منها مية. علشان الشعب يحتفل بالذكرى دي كانوا بيملوا جرار مية ويلفوا بيها في كوكب احتفالي لغاية ما يوصلوا عند الهيكل يكسروا الجرار أو يفضوا المية. في اللحظة دي ربنا يسوع المسيح وقف وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي، بيشاور على نفسه، كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. التعليق اللي قاله القديس يوحنا بعدها: قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا. يعني إنجيل يوحنا شرح لنا أن المية دي الروح القدس اللي هيسكن فينا، بس الروح القدس اللي هيسكن فينا مرتبط بعمل المسيح اللي تممه على الصليب بالفداء، لأن المسيح نفسه قال: لما أتمم العمل وصعد للسماء هرسل لكم المعزل اللي هيسكن فيكم. تخيل المقارنة بين المية اللي بيديها لك العالم وبين ربنا اللي بيديك روحه علشان يسكن فيك. والروح اللي هيسكن فيك مش بس هيرويك، الروح اللي هيسكن فيك هيروي العالم كله من خلالك، لأنه قال إنه داخل الإنسان اللي تقبل هذا الروح هيبقى فيه ينبوع مية ينبع إلى الآخرين إلى الأبد، إلى حياة أبدية. عزيز الروح القدس الساكن فيك محبوس جواك ولا خرج منك للعالم كله زي ما المسيح قال إنه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية؟ ربنا يسوع المسيح قال مرة إن المدينة الموضوعة على جبل مش ممكن تختفي. كلنا عارفين إن أبائنا القديسين هربا من المجد الباطل كانوا بيحاولوا يختفوا، بس يا ترى نجحوا في إن هم يختفوا؟ الحقيقة لا، مش ممكن. إحنا بنسمع عن قديسين كتير برغم محاولاتهم الكتيرة إن هم يختفوا ما كانش ممكن إن هم يختفوا. الإنسان الروحاني حتى لو حاول يستخبى مش هيعرف يستخبى، لأن الروح القدس الساكن فيه هيعمل من خلاله للعالم كله. نسأل نفسنا ليه العالم حوالينا لسه عطشان لحاجات كتيرة ومش قادر يرتوي وإحنا كمسيحيين موجودين في وسط العالم؟ صدقوني مشكلة العالم بكل الآلام اللي هو بيعاني منها النهاردة إن إحنا مش مسيحيين كفاية. لأن لو أنا مؤمن كفاية وروح القدس ساكن جوايا، على الأقل المحيط اللي حواليا هيشوف فيا ارتواء هيريحه ضد المشاكل اللي هو بيعاني منها في العالم. ياريت ندي فرصة للروح القدس الساكن فينا إنه مش بس يروينا، بلاش نبقى أنانيين وناخده لينا ونكتم عليه. لا، هو المسيح قال إنه يصير فيه ينبوع
ماء ينبع إلى حياة أبدية. الحوار اللي عمله المسيح مع السامرية كان معاه موديل بيشرح الحوار نفسه، وهو المرأة نفسها. المرأة دي عاشت سنين طويلة، جوزت مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة كانت بتنتظر أنها تجد سعادتها في زوجها، وبعد خمس محاولات فشلة آخر مرة قالت جايز المشكلة في الجواز، عاشت مع السادس بدون زواج. لما قابلت المسيح أمنت بيه وأدركت أنه هو ده المسيح، وأدركت أن شبعها وارتواءها من هذا الشخص اللي شافت فيه المسيح المنتظر، جريت وسابت جرتها وراحت للمدينة ودعت كل المدينة، لدرجة أنه زيارة المسيح وخدمته للسامرية ما كانش سمرها السامرية، كان سمرها السامرة كلها، لأنهم بعد فترة قالوا لها مش من أجل كلامك إحنا مؤمنين به، إنما من أجل اللي إحنا سمعناه وشفناه منه. المرأة اللي كانت بتهرب من الناس لما تلمست مع المسيح بقت كارثة، جابت المدينة كلها للناس. يا ريت ندي فرصة لروح الله الساكن فينا إنه يعمل من خلالنا علشان يعزي ويروي ناس كتير. لإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.